حضرتك تتذكرين عندما كنا نتابع هذا الموضوع بعد التطورات السلبية في الأسواق العالمية في مطلع هذا الشهر، تنبأنا بأنه هذا الاجتماع في جاكسون هول سوف يتوقع الاتجاه العام، ولكن لن يتوقع تحديدا، وليس من المفروض أن يتوقع أيضا كم سوف يكون التخفيض في أسعار الفائدة، لأن هذا يترك للمداولات اللي هتتم على مدار يومين في الشهر القادم في شهر سبتمبر. الأسواق كما حضرتك تابعتي ترجح أن يكون هناك تخفيض بحوالي 25 نقطة أساس، هذه أغلبية التوقعات، وإن كان هناك من يتوقع بنسبة أقل في المجموع من تم استطلاع رأيهم أن يكون التخفيض في حدود 50 نقطة أساس. بعد ذلك في الاجتماعين القادمين الباقيين حتى نهاية العام من الممكن أن يكون هناك تخفيض آخر في حدود 25 نقطة أساس أخرى أو 50 نقطة أساس. إذا نحن نتوقع ما بين 75 نقطة أساس إلى ما لا يزيد عن 100 نقطة أساس أو 1% قبل نهاية هذا العام. هذه المسألة ترجعنا إلى الأولويات. زي ما حضرتك ذكرتي، نتحول الآن من التركيز على التضخم كأولوية، يكون هناك نظر بعين الاعتبار لما سوف يحدث في التضخم، ولكن الأولوية في مسألة هذه الوظائف المزدوجة للبنك الفيدرالي سوف تكون لسوق العمل. الأمر الثاني إنه وبشكل واضح، وفي الكلمة أتصور إنها كانت معدة بشكل جيد جدا، والأهم هو التنفيذ الجيد، إنه الفيدرالي يستأنس بثلاث أمور: واحدة البيانات، الثانية هي التوقعات، الثالثة هي التوازنات. السؤال الطبيعي: ما الذي سوف ينعكس على أسواقنا نحن في المنطقة العربية في البلدان النامية؟ ما الذي سوف يحدث بالنسبة لأسعار سلع أساسية مثل البترول، مثل التغيرات أيضا المتوقعة على الذهب، عملية إدارة الديون الخارجية، عملية إدارة السيولة النقدية، وأيضا الاحتياطي من النقد الأجنبي سوف تكون أولوية كبرى للبنوك المركزية من الآن حتى مثل هذا الوقت من العام القادم، لأنه حيبقى فيه تغيرات كثيرة متوقعة في السياسة النقدية، ليس فقط في البنك الفيدرالي ولكن أيضا في البنوك المركزية الرئيسية التي شاركت في هذا الاجتماع، دكتور. منها البنوك الأوروبية وأيضا اليابان. أكيد يعني تداعيات ذلك كبيرة على مختلف الأصول حول العالم، ما تقديراتك كردة فعل أولية؟ شفنا تراجع للدولار، شفنا تراجع لعوائد السندات، شفنا ارتفاع في أسواق الأسهم العالمية، ما هل تتوقع هذا الاتجاه مكمل؟ هل تتوقع المزيد من الضعف للدولار بشكل عام وارتفاع للسلع؟ هناك أمرين. الأمر الأول، ما هي المتغيرات التي سوف تكون أسرع في الاستجابة لهذه الإشارات المبكرة من البنك الفيدرالي في اجتماعاته منذ أيام؟ الأمر الثاني، ما الذي سوف يحدث للاقتصاد الحقيقي والقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي سوف يكون لها تأثير أيضا على الدولار. الدولار يتأثر بأمرين: الأمر الأول السريع هو التغيرات في السياسة النقدية، الأمر الثاني مدى استجابة الاقتصاد الأمريكي في مجالات النمو والتشغيل لهذه التغيرات. أتصور أن الأسواق أدمجت مباشرة التغيرات الحالة والعاجلة في سعر الدولار، زي ما حضرتك ذكرتي، على أسعار الأسهم بالارتفاع، على أسعار السندات بالانخفاض، وأيضا تغيرات ليست فقط مرتبطة بسعر الفايدة على الدولار، ولكن على مدى الثقة في الدولار عموما ترتبط بالذهب. الأسواق الأخرى خاصة في البلدان النامية والأسواق الناشئة سوف تتابع هذا وسوف تلحق بذلك في أمرين: أولا في سوق المديونية الدولية، وأرجو أن نكون أكثر تحوطا هذه المرة في إدارة المديونية الخارجية في بلداننا النامية. عانينا كثيرا من بين التيسير النقدي أتبعه تشديد نقدي، وأتصور أن الدرس الأكبر للبلدان النامية أن تحسن في إدارة مديونيتها الخارجية هذه المرة. دكتور، ما رأيك ما قاله جيروم باول عن التضخم؟ هو قال بأنه الثقة قد نمت بأن التضخم على طريق مستدام للعودة إلى مستويات 2%. بنفس الوقت في أعضاء من الفيدرالي ما زالوا يتخوفون من مستويات التضخم والتسرع بشكل مبكر بخفض الفائدة، وهذا أيضا ما سمعناه من كبير الاقتصاديين يوم أمس، كذلك من جاكسون هول
كبير الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي هل تعتبر بأنه من المبكر الحديث على الفوز في المعركة ضد التضخم؟ الفوز على السيطرة على التضخم يعني أوشك أن يكون أمرا محسوما، ولكن هذا بالنسبة للمؤشرات التي يتبعها البنك المركزي، وهي مؤشرات تستبعد منها التغيرات في أسعار الوقود وأسعار الطعام، وأيضا في بعض البلدان تستبعد بعض المتغيرات الأخرى. وهنا هنجد إنه مسألة التوقع عند عموم الناس بأن هناك انخفاض في التضخم قد لا تنسجم دائما مع ما يتوقعه الاقتصاديون ولا البنوك المركزية. هناك اتجاه نزولي عام في معدلات التضخم، التأثير على التوقعات سواء بالنسبة للمستثمرين أو على القطاع العائلي والمستهلكين يأخذ فترة حتى يستشعر هذه الجموع مثل هذه التغيرات. أيضا البنك المركزي الأوروبي الذي عجل به، ولا أقول عجل، سبق البنك الفيدرالي في التخفيض رغم أنه قام بالتخفيض، ويشعر بأنه هناك واجب عليه بأن يسيطر على التضخم بشكل أكبر، علما أن هناك فارق بين البنك المركزي الأوروبي والبنك الفيدرالي، بأن البنك المركزي الأوروبي معني فقط بالسيطرة على التضخم، بينما البنك الفيدرالي كما ذكرنا له هدفان يجب الحفاظ عليهما، الاستقرار النقدي أو السيطرة على التضخم من ناحية، وأيضا الحفاظ على النمو حتى لا يكون هناك تداعيات سلبية على سوق العمل.